صلی اللہ علیہ وسلم سے دل معمور ہو، دل محبت سے، عشق سے بھرا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کیا ہے؟ آپ کی توقیر، تعظیم، تکریم دل میں ہو، پھر اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے پوری حلاوت اور لذت کے ساتھ، تو چند مرتبہ کا پڑھا ہوا بھی کافی ہو جاتا ہے. تو ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اس سے. یا رب صلی علی النبی و آلہ ما لا حبرق فی الاباطح او خبا، یا رب صلی علی النبی و آلہ ما امت الزوار نحوک یثربا، یا رب صلی علی النبی و آلہ ما قال ذو کرم لضیف مرحبا، یا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا، يا رب صل على الذي أدنيته من قاب قوسين الجناب الأقربا، صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا، صلوا على من ضللته غمامة والجزع حن له أفسحت الظبا، صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلام وتبلغون المطلبا، صلوا عليه وسلموا وترحموا ورضوا به حوض الكرامة مشربا، صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور طلعته يشق الغيهبا، صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا، صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أوفاك للمتذممين وأحسبا، صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليك، صلى وسلم ذو الجلال عليك، صلى وسلم ذو الجلال عليك. تو اسی طرح